حلوى المارشميلوز، كيس من المارشميلوز الكبير الحجم، ربع كوب كريمة سائلة، 200 جرام شوكولاتة، تشكيلة من المكسرات، الفيرماسيلي، البسكوت المطحون، جوز هند ملون، حلوى صغيرة الحجم. هحتاج هلأ أعمل زي نوع من الصوص لطيف جداً لهالحلوى هذه. هاخد كريمة سائلة، عندي حوالي ربع كوب من الكريمة. الوصفة هذه على فكرة ما فيهاش عيار، هل اللي موجود عندك بتقدري تستعمليه، وفيكي تعملي مقدار وترجع تزودي على حسب ما كل قطعة مارشميلوز بتحتاج من الصلصة. هسخن شوي الكريمة وبعد هيك هضيف 200 جرام من الشوكولات. هاي شوكولاتة خام اللي هي بنستعملها دائما للحلويات، ممكن تستعملوا شوكولاتة سادة أو حبيتوا تستعملوا شوكولاتة حليب زي ما بتحبوا. هبتدي هلأ أقلب هالخليط هذا مع توطية النار، ما بديش إياها تبقى النار عالية كتير، لغاية ما يدوب عندي الشوكولات. بحاول أقلب لغاية ما أحصل على صلصة سميكة. هون بقدر أتحكم بكثافة الشوكولات على حسب الرغبة، إذا لقيتوها تقيلة الصوص عادي ما في مشكلة، بنحط لها شوية حليب أو شوية كريمة، بتقدروا تزودوا على حسب رغبتكم. هلأ تعتبر عندي جاهزة، حتستمر هلأ بالذوبان فما فيش عندي مشكلة. هاخد عود الخشب وأدخله في داخل الحلوى بالشكل هذا، وبعد هيك أحطه في داخل صلصة الشوكولاتة. هون بقى على حسب رغبتكم، حبيتوا تغطسوها كلها، حبيتوا تخلوا جزء، على حسب ما بتحبوا. كل واحدة ممكن تطلع بشكل مختلف وفكرة مختلفة. ممكن هلأ بالنسبة للصلصة أغطسها في داخل، مثلا عندي هون فستق حلبي بشكل هذا فقط، يعني أخلي صار عندي زي ثلاث ألوان، رائعة جدا وفكرتها زي ما بنقول لا حدود من الابتكار. ممكن قطعة تانية برضو أحط مارشميلوز الأبيض وقليل من الصلصة. عايزين تغطوها كلها بالصلصة برضو بيمشي الحال، ممكن أحط عليها الحلوى الملونة. ممكن الأطفال طبعا يساعدوني، كل واحد يحط البونبوني اللي بيحبه. يبقى نعمل واحدة كمان، هنحط قليل من الفيرماسيلي الملون، وبرضه هنحطها على قطعة ورق الزبدة لغاية ما تنشف تماما. شوف أنا إيش هعمل هلأ، ممكن أخذ بالدايجستف شوي والناحية الثانية بالفستق الحلبي، هيك بستمتع بطعمين في نفس الوقت. أفكار زي ما بنقول ما إلها حدود، وصفة لطيفة سهلة، برتبهم بشكل لطيف ونشوف طريقة التقديم. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.